اهلا جماعتي الحلوين، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم فيديو راح يكون عن راح نقضي نهار كامل بالسياره مثل ما انتم شايفين. قبل ما نبلش ما تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد وعشان جماعتي يكثروا اكثر واكثر واكثر. وشكرا على تعليقاتكم الحلوه اللي عم تبعتوا لي اياها، وانا دائما عم شوفها وبجاوبكم عليها كلها. وهلا مثل ما انتم شايفين نحن هلا حطيت الطاوله وحطيت فيها اكلات وغراضي، وجبت كمان شنطتي حطيت فيها كتبي تبع المدرسه عشان ادرس. طبعا انا كثير متحمسه ونحن يلا قاعدين. والله خليكم مع هذا الفيديو، انا عم برتب السياره. وصلنا لواحد المحل كتير فظيع، شوفوا البحر، المنطقة هي كتير فظيعة، بحر أزرق. طبعا وهلا الله يحب افتح الشنطة وراح ابلش افرجيكم ايش عندي فيها. اول شي طبعا فجبت مقلمتي كتير حلوة حطها هون عشان ادرس، وجبت كمان سكوشيات، جبت هاي هيك من جيتين، جبت هاي وجبت تليفون، وجبت كمان هذا التحدي رح اعمله بعدين، وجبت الكتب، جبت هون دفتر الانجليزي والرياضيات لان عندي بدي ادرس. فيلا رح بلش بالرياضيات اول. حلو فيه خضر هيك اخضر غامق واخضر فاتح. هنا هيك عندنا جبل كمان شكله البصر مفتوح هو عاد من قدامنا. طبعاً وأنا عم بدرس عم أشوف هالمناظر قدامي. طبعاً وهلأ خلص والله رح أعمل شوية إنجليزي. هون عندي بس قراءة فرح أعمل واحد الحركة هيك. طبعا عندنا كثير من هدول السمكات فراح نحطهم هون كلياتهم، طبعا وبركبها كلها وبفرجيكم. طبعا هون عندنا مصيده. يلا يلا واو شو شقد. يلا يلا شوفوا ايش قد اخذت، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 من اول محاولة اخذت 9. فهلأ راح اعيدها، والله لما راح العب شوي بسكوشياتي اللي جبتها.
طبعا. وانا جبت هذول السكوشيات، جبت هاي دوريتوس وبطاطا وتليفون ايفون. فشوفوا هذا اكثر شيء بيعجبني، انه هون في جيب تطبيقات وهاي. ف كثير فظيع. هيك كتبت ام وهاي، هي احسن شيء فيها جهتين. طبعا انا جعت، فرح الله نحن بالطريق لماكدونالدز عشان نطلب وجبه. طبعا نحن هلا طلبنا وخلصنا. طبعا هلا اخذت الاكل هو هذا. طبعا هذا هلا ححطه فوق الطاوله. بطاطا هي الوجبة تبعتي، وهون الكوكا وشراقة. طبعا هلا عم بدوقها. طبعا كتير طيبة. وهون عنا الكوكا والبطاطا. هلا مثل ما انتم شايفين صار ليل، وهلا حلبس بجمتي اللي هي هاي وبرجع لكم. طبعا عندي هذا الضوء وهلا حشعله عشان اعلقه. مو هذا يوي، كثير بيعجبني هيك اجواء، فهلا حعلقه هون. ويلا هيك هاي حطه. عندي هدول الشمعات الصغار وهلا حشعلهم كلياتهم. هيك وهلا حفتح كيس بطاطا. طبعا اليوم عدى سياري كامل بالسيارة وكتير انبسطت، وهلا شوي عم تمطر بس عادي، انا كتير بيعجبني هيك اجواء. فصافي هلا صار ليل، ومثل ما انتم شايفين هيك اشعة الاضوية صار شكله كتير حلو. وهلا صار وقت النوم، وهو هذا كان فيديو اليوم. ان شاء الله يعجبكم، ما تنسوا لايك سبسكرايب والكومنت والشير والاشعارات. وباي، بشوفكم فيديو قادم وتصبحوا على خير.